لئن انتهى شهر رمضان فان حق الله لا ينتهي الا بالموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله هو رب رمضان وهو رب شوال وهو رب جميع شهور السنه فاتقوا الله في كل الشهور حافظوا على دينكم حافظوا على دينكم حافظوا على دينكم في كل حياتكم فانه راس مالكم عند الله سبحانه وتعالى وهو نجاتكم من النار فحافظوا على دينكم وتمسكوا به في كل الشهور وفي كل الاوقات ان شهر رمضان يتبع بالشكر ويتبع بالاستغفار ويتبع بالفرح بفضل الله الذي مكننا من صيامه وقيامه فنحن نفرح بهذه النعمه لا نفرح بانقضاء الشهر وانما نفرح باننا اكملناه في عباده الله بهذا نفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واحذروا من كثره اللهو واللعب وكثره الغفله والاعراض عن طاعه الله لان الشيطان حريص على ان يبطل اعمالكم وان يمحو كل ما فعلتموه من الخير فيسول لبعض الناس انه, أنه اذا انتهى رمضان صار الانسان حرا طليقا كانه خارج من سجن فينطلق في اللهو واللعب والغفله واضاعه الصلاه وغير ذلك من المنكرات فلا فلا تنقضوا ما غزلتم وتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فاتقوا الله عباد الله حافظوا على ما عملتم من الأعمال الصالحة وتوبوا إلى الله من تقصيركم وخطأكم فإن الله يتوب على من تاب